السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالنا مرة أخرى. هذه المرة غندير واحد طليلة على ملعب طنجة، ملعب بني بطوطة اللي غيتقام فيه المونديالتو. نشوفوا واش بداو فين وصلوا، بزاف الحوايج غنشوفوهم في هذا الفيديو. إذن كما كتشوفوا الإخوان الأخوات الأشغال في تقدم ملحوظ، العمال زادوا في العمال، كيقولوا بانه غيساليو قبل المونديالتو، ولكن يعني وتيره العمل يعني زايده بزاف، العمال زادوا بزاف. المشكل هو في الواجهه الخارجيه كيركبوا فيها. كنتمنوا انها تسالي قبل المونديالتو، يعني بايام داكشي اللي قالوا. كما كتشوفوا في هذا الفيديو كيبان تقدم ملحوظ. احنا هكا دايرين المغاربه ديالنا، كيديروا الحاجات حتى اخر دقيقه، يعني في كل شيء، في الامتحانات ديالنا، في اي حاجه كنخليو الحاجه حتى نعولوا عليها، عاد كنبداو في الخدمه. في البكالوريا مثلا كنبداو نحفظوا حتى الاخر دقيقه، اخر يوم كنبداو نراجعوا. هذا شيء معروف فينا، ولكن في الاخر كننجحوا. كنتمنوا اننا ننجحوا في هاد التنظيم ديال المونديالتو. غنخليكم مع هاد الفيديو تشوفوا الاشغال فين وصلت. اذا هادشي اللي عندنا في هاد الفيديو، تهلاو فراسكم، السلام عليكم.